تأجيل الطعن على قرار استبعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، وميتلند الدنماركي بيرفض طلب ضم النادي الأهلي لإمام عاشور. التفاصيل والقرارات اللي بتنتظر نادي الزمالك الفترة اللي جاية، وإيه برضه مصير اللاعب إمام عاشور، ده اللي هنعرضه لحضراتكم من خلال هذه التغطية. اليوم أصدرت المحكمة الإدارية العليا بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة قرارها بحجز الطعن على الحكم الصادر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده بشكل تام من مجلس الإدارة لجلسة غدا الأحد. طلب الطعن وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعا بالمصروفات وأتعاب المحاماة أيضا. وكانت من فترة قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج وثلاثة آخرين، واللي طلبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك. وقالت الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور إن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2021-2025 هو صدور أحكام جنائية نهائية وبعقوبات مقيدة للحرية ضده، وفقا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية واللائحة الاسترشادية، واللي بتنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات، ومنها إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، وفي هذا الحالة يصدر مجلس الإدارة قرار بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية. وكانت قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن لوقف الحكم ذاته، وأودعت هيئة المفاوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرها في الطعنين المقامين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ووزير الرياضة، واللي بيطالب فيها بإلغاء حكم عزله من منصبه بسند إنه لا يحقق المصلحة العامة. بعدها المستشار مرتضى منصور قال كان حريص على الحديث عن كيان نادي الزمالك قدام مجلس الدولة النهاردة بعد تأجيل قرار الطعن. قال كمان مرتضى انه بعد قرار عزله تعرض نادي الزمالك لهزائم متتاليه، وعدد كبير جدا من الاعمال مخدوش من العمال ما خدوش رواتبهم، ولا اللاعبين ولا المدير الفني الاجنبي الجديد، وبعد استغاثه بعض الاشخاص بيه بسبب انهيار الاوضاع في غيابه رجع للاداره، وعلق على وجود عدد من العمال اللي بيدعموه النهارده قدام مجلس الدوله بانهم خايفين على مصلحه النادي. من ناحيه تانية، النادي كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تعليق مرتضى منصور على انتقال امام عاشور للاهلي او بيراميدز، وكتب على فيسبوك ان مرتضى منصور قال عن رحيل امام عاشور للاهلي او بيراميدز انه اشتراه ب 10 مليون وباعه ب 90 مليون، فمش فارق معاه لانه كسب فيه وخلاص. وقال بعض التقارير الاعلاميه ان نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب ضم النادي الاهلي لامام عاشور على سبيل الاعاره في فتره انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي، كل ده كان مقابل 500 ألف دولار. واخيرا صرحت التقارير الاعلاميه ان نادي ميتلاند الدنماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، واكد انتظاره عرض لبيع امام عاشور بمقابل مالي كبير بيتخطى ال 3 مليون دولار. من ناحيه ثانيه، كانت اعلنت لجنه المسابقات برابطه الانديه المحترفه برئاسه عامر حسين اقامه مباراه القمه بين الاهلي والزمالك 13 يوليو باستاد القاهره الدولي في الساعه 8:30 مساء، وقرر مسؤولي اتحاد الكره بقياده جمال علام اقامه مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، والمقرر اقامتها يوم الخميس المقبل بطاقم حكام مصري. وكان مرتضى هدد بعدم خوض الفريق الاول لكره القدم مباراته ضد الاهلي ضمن منافسات مسابقه الدوري الممتاز. وقال مرتضى منصور في تصريحات ان الزمالك لن يخوض مباراه القمه بتحكيم مصري، خاصه بعد ما شفته في لقاء الاهلي والاسماعيلي، ولكن رفض اتحاد الكره تهديد مرتضى منصور بانسحاب الزمالك من خوض القمه أمام الأهلي في حالة عدم استقدام طاقم حكام أجنبي، وبيشوف اتحاد الكرة أن الوقت خلاص ما عادش يسمح لهذا الأمر لتلبية طلب الزمالك. مشاهدينا، إلى هنا نكون انتهت تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والتغطيات زوروا موقع صدى البلد الإخباري. بنشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.